تعبان هذاك كان هو يحمي في الثورة بكري، مش غير المجاهد ولا المجاهدة اللي دافع عن الجزائر، الشعب كامل. هو واحد من الذين نفذوا الهجوم التاريخي. إبراهيم شيبوط ما يزال يذكر جيدا كيف باغت جيش التحرير الوطني فرنسا الاستعمارية في 20 أوت 55 900 1000 منتصف النهار بسكيكدا الحروش سمندو القل قسنطينة ودزنات الميلية عين عبيد وغيرها. سيرود ربي يحمو بدأ بالعمليات، العمليات كانت في شمال قسنطينة يعني لبس بها 9 أشهر وهو يوجد الخطة اللي دارها، دار دي سيبل كما فلفلة مثل فلفلة مكان استعماري اقتصادي، هذه فلفلة عندها قيمة باش عندك المراكز نتاع الشرطة، المراكز نتاع الدرك، المراكز اللي فيها الجيش، هذه هما كل ما يمثل فرنسا مهندس الهجمات قائد الولاية التاريخية الثانية زيغود يوسف وبقية الرفاق أمثال الأخضر من طوبال عمار بن عودة علي كافي عمار شطيبي محمد رواي وآخرون من الذين حددوا ضريبة الدم لإنقاذ الثورة في أول اجتماع دعا إليه زيغود في 23 جويلية 55 900 1000 بجبل زمان. لازم نسلح، بدينا نتسابقوا المجاهدين والجيش الفرنساوي لجمع الأسلحة، والأسلحة وشي أسلحة سواء اللي قعدت من عند أثناء الحرب واللي سكنوا هنا الإنجليز، وإلا الأسلحة نتاع الشعب اللي كسبها الشعب، هذيك لميناها وسبقنا الجيش الفرنساوي، الجيش الفرنساوي حب هو تاني احنا سبقناها، وهذيك هي اللي سلحت المجاهدين اللي هجموا في الفأود. هجومات أتت بعد أشهر من التحذير بعيدا عن عيون فرنسا التي لا تنام منذ نوفمبر لتعطي للثورة المسلحة دفعا جديدا التي مرت آنذاك بمرحلة هدوء في بعض المناطق بسبب نقص الإمكانات وصعوبة الاتصالات إلى جانب استشهاد العديد من مفجري الثورة كديدوش مراد واعتقال بعضهم كمصطفى بن بلعيد وربح بيطاط. ظروف حاول استراتيجيو فرنسا استغلالها لتطويق الأوراس، فجاء رد زيغود شافيا كسر فيه الحصار المفروض على المنطقة وأثبتت المشاركة الشعبية الواسعة رغم بساطة الأسلحة التفاف الجزائريين حول الثورة وقيادتها. مكذبين ادعاءات الحاكم العام في الجزائر آنذاك جاك سوستيل الذي صرح عشية 20 أوت بأن الثقة عادت إلى البوادي وبأن الشعب انفض من حول الثوار. نجد أن المجتمع الجزائري بعد 20 أوت 55 أصبح مجتمعا ثوريا مهيكلا على جميع المستويات التي أدت في النهاية إلى حتمية تعجيل عقد المؤتمر الوطني الأول للثورة التحريرية وهو مؤتمر سمار. ومن أهم نتائج عمليات 20 أوت 55 هو توفير كل الشروط وكل الظروف الناجحة والناجعة لإنجاح المؤتمر الأول للثورة في وادي الصومال. تاريخ 20 أوت 55 حطم الحصار الإعلامي الفرنسي على الجزائر، فأصبحت الثورة الجزائرية تتصدر الصفحات الأولى للجرائد، وكتبت الباحثة الأمريكية جوان غاليبي هو أول هجوم موسع وشامل يكشف عن إعداد دقيق ووجود قوات نظامية هامة، إنه يمثل منعرجا لحرب التحرير. وبعد مرور شهر فقط من الهجومات أدرجت القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة 10 للأمم المتحدة بعد أن دعت 15 دولة من كتلة باندونغ إلى ذلك.
فرنسا الاستعمارية فقدت أعصابها، فكان ردها وحشيا، فارتكبت مجازر انتقامية رهيبة، اتسمت بالهمجية وبأقصى أنواع التنكيل والتقتيل الجماعي لسكان القرى والمشاتي. والتاريخ لا زال شاهدا على مجزرة سكيكدا بالملعب البلدي التي استشهد فيها ما يزيد عن 1500 مواطن، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5000 مواطن في مشتة الزفزاف، ودفن الكثير منهم أحياء. ومهما أجرمت فرنسا الاستعمارية فهي الشهادة كتبت لأكثر من 12 ألف شهيد سقوا بدمائهم الزاكيات الطاهرات ثرى الجزائر في هجومات أجبرت العدو قبل الصديق على الاعتراف بثورة شعب يعشق الحرية ولا يرضى بغير السيادة.